إخوان أخوات، السلام عليكم. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في جمعية أليس. الصوت كتسمعوه؟ الصوت مزيان؟ مزيان. إذا مرحبا بكم في النشاط، الحصة الرابعة ديال جمعية أليس، اللي تكون عن بعد، خاصة بالموديل وبالمنصة ديال أليس، واللي كنشوفوا فيها بزاف الأنشطة التفاعلية. إذا اليوم غادي نكملو إن شاء الله، وغنتقاسم الآن يعني ليكخون معكم، دونك اللي عنده شي مشكل يحاول يقولها لينا. إذا بالنسبة لليوم غادي نشوفو بعض الأنشطة التفاعلية، وغادي نشوفو أيضا غنشوفوا ايضا يعني القاعه، الغرفه اللي تكلمنا عليها، اللي هي كتسمح لنا بالمباشر مع التلاميذ ديالنا. اذا الان بريزونطاسيون كتبان لكم كلكم فوالا مزيان. اذا غادي نبداو اولا يعني بواحد المساله اللي شفناها البارح، هو المساله ديال يعني ديك المساله اللي قلنا انه منين نبغي ندير شي اكزيرسيس انتيراكتيف، فنبغي نجمع دوك لي زيكزيرسيس كلهم واحد لاباج يكونوا متسلسله. وناقش الامر مع السي عبد الرحمن جوادات، كان واحد المشكل وهو انه فاش كيخبع دوك يعني كيدير كاشي لهاد ليكزيرسيس هذا، اش كيدير ليه كاشي هنا، فاش كيمشي لاباج ديالو ما كيبانش لي فيزيتور العاديين، يعني خاصو يكون مسجل عاد باش يشوف داك ليكزيرسيس. دونك مثلا هنا كنديرو هنايا، راه درنا يعني انه يكون كاشي، علاش؟ باش يهز هو هذاك التمرين ويحطو في لاباج، يكون متسلسل، السؤال الاول الثاني الثالث الرابع. ولكن الا دار ليه هنايا عمليه ديال الكاشي، ما غاديش يبان ليه بالنسبه للزوار العاديين، وخصو يزيد ليه هنا متاح عاد باش يبان في ديك لاباج. اذا الطريقه اللي لقيناها هي انه غادي ندير واحد لا كاتيجوري واحده اخرى، واحد لا سيكسيون واحده اخرى هنا، ونسميها مثلا، نسميها اش بي مثلا كاشي، يعني غادي نحط فيها لي زيكزيرسيس اللي هما كاشي. داكور، هاد لا سيكسيون غادي تكون يعني مخبعه، ما غاديش نشوفوها. داكور، هاد لا سيكسيون هادي غتكون كاشي، راه ديجا كاشي، هي مخفيه عن الطلاب. دونك باش نشرح لكم اكثر بالنسبه لهذا الموقع هذا، بالنسبه للدروس اللي كنديرو، دونك كاين جوج الامكانيات. كاين الامكانيه ديال اننا نخليها مفتوحه للجميع، اي واحد دخل يعني غادي يشوف لي زيكزيرسيس، يشوف التمارين ويديرهم الى اخره، او لا خاصو يتسجل في الموقع عاد باش يدخل يشوف التمارين. دونك الخيار اللي كنفضلو حنايا هو انه يكون مفتوح للجميع، لانه التلاميذ هذا ما يعرفوش يتسجلوا الى اخره، يقدر لهم الوقت وهذا. دونك مزيان الانسان انه يخليها مفتوحه، ولكن ممكن نشوفه من بعد حنا الطريقه باش نخبع بعض الانشطه حتى يكون مسجل عادي يشوفها. فبالتالي الى درت الاخوان الاخوات كيدخلوا، دونك الفكره شنو هي؟ هي انني نصوب واحد ليكزيرسيس انتيراكتيف، ولكن هذاك ليكزيرسيس انتيراكتيف ما بغيتوش يبان للتلامذ معزول كاكزيرسيس معزول، بغيت انا نحطه في واحد الصفحه اللي فيها مثلا النص وفيها اسئله مختلفه بانواع مختلفه. الفكره دونك هي هذه. اذا الطريقه ديالها هو انني نصوب ليكزيرسيس ديالي، ولكن في ديك البلاصه نقدروا نديروا واحد لا سيكسيون، نديروا نسميوها اش بي كاشي، وتكون مشتركه بين الاساتذه كلهم، ما عندناش مشكل في هذيك. شنو غادي ندير من بعد؟ غادي نهز هذاك ليكزيرسيس اللي بغيتو ما يبانش، ونحطو في هذيك لا كاتيجوري اللي درتها جديده، اللي سميتها اش بي كاشي، ولكن هذا مخفي عن الطلاب، وفي نفس الوقت هذا ايضا راه مخفي، ما كيبانش. ملي كيكون بحال هكذا باهت اللون ديالو، يعني انه ما كيبانش لهنا. دونك هنا غادي نغيرو وغادي ندير ليه يجعله متاح. شنو كيوقع في هذه الحاله هذه؟ ان التلميذ اللي كيجي كيدخل الكور باش يتبعو،
هاد لا سيكسيون هادي كلها ما كتبانش بهذا الشيء كاع اللي فيها داكور، ولكن هاد ليكزيرسيس هذا اللي درنا ليه حنايا متوفر لكن غير مرئي على صفحة هاد الصف هذا، يعني متوفر كاين ولكن غير مرئي في هاد لاباج هادي. فين غادي يشوفوا التلميذ؟ غادي يشوفوا في البلاصة فين حطيته انايا في ديك لاباج اللي هي فيها واحد النوع من التسلسل ديال التمارين الى اخره. عفاكم الاخوان هذه مهمة بزاف، اذا كانت الفكرة واضحة نستمر، اذا كان شي سؤال ولا هذا نوقف فيها مزيان لانه مهمة، والاغلبية ديال الاخوان والاخوات كيفضلوا انه يكون وي. سي مصطفى، إذا سمحتي راه الشاشة ما كتظهرش عندي، وربما عندي بعض الإخوة حتى هما. انا ندير بريزونطاسيون، ولكن نشوفوا بعدا واش كتبان الشاشة عندكم باش نعاودوا هذه الفكرة هذه. غادي نعاودوها، غير عافاكم تأكدوا من الشاشة. الاخوان والاخوات كاين واحد المسألة في هاد اللوجيسيال باش كنبريزونطيو، خاصكم تكليكيو على البلاصة فين كاينة بريزونطاسيون باش تبان لكم الشاشة ديالي، حيت كاين ثلاثة د البلايص، كاين البلاصة ديال الشات، كاين البلاصة ديال يعني ديالي انا اللي يعني ديال الشخص اللي كهذا، وكاين واحد البلاصة اخرى فيها بريزونطاسيون، خاصني نكليكي على بريزونطاسيون باش تبان لي الشاشة، باش تبان لكم نتوما الشاشة ديالي. فوالا غادي نستمر ما فيها بس، لان غادي يكون الفيديو من بعد الاخوان، ولكن حاولوا ما يمكن تشوفوا هذه المسألة هذه. سي مبارك عافاك. داكور مزيان. اذا نعاود الفكرة، نعاودها. نورا مستغفر اون تران دو بريزونتي. لا اخت نورا درتي لا بريزونطاسيون، خصك غير ريبروندر لا بريزونطاسيون. دونك انا ناخذ لا بريزونطاسيون مره اخرى، حاولوا تردوا الباب ملي كتكليكيو باش ما يكونش مشكل. غادي نعاود، ما كاين مشكل، غادي نعاود هذه الفكره هذه، غير نتاكدوا بعدا بان الشاشه واضحه. الاكران ديالي كتبان عندكم اخوان واخوات. داكور، اذا نعاود الفكره. دونك الفكره شنو هي؟ هي انه كندير انا بعض التمارين اللي هما معزولين، دي زيرسي انتراكتيف معزولين، وهذوك لي زيرسي انتراكتيف ما بغيتهمش يبانوا معزولين، لان ما غاديش يكون عندهم واحد المعنى الا خليتهم معزولين كل تمرين بوحدو الى اخره. الفكره شنو هي؟ هي انني ندير واحد الشكل ديال واحد النشاط اللي هو فيه تمارين متسلسله، يعني التمرين الاول فيه فهم، التمرين الثاني فيه غرامير الى اخره، بواحد البناء معين بحال الشكل اللي كيكون عندنا مثلا فيه. اذا شنو غادي ندير؟ الطريقه شنو هي؟ هي انني نصوب لي زيكزيرسيس انتراكتيف ديالي، نصوبهم. من بعد شنو غادي ندير؟ في كل بلاصه عندكم فيها الواجهه ديال القسم، غادي ديروا كلكم واحد لا سيكسيون وحده تسميوها اش بي كاشي، ماشي لا بدا كل واحد يدير لا سيكسيون ديالو. وهاد اش بي نديرو اش بي 5، نسميوها اش بي 5 مثلا، اش بي 5 اللي هي كاشي. هاد لا سيكسيون هادي في الخيارات ديالها غادي تكون مخفيه ماشي معروضه، دونك هنا الا كليكيت غتولي معروضه، دونك هنا تكون مخفيه عن الطلاب، ان الطلاب ما غاديش يشوفوها التلاميذ. هاد لا سيكسيون كلها ما غايشوفوا فيها حتى شي حاجه. غادي نهز انا دوك لي زيكزيرسيس اللي صوبت ونحطهم في هاد لا سيكسيون هادي، ولكن فاش نحطهم في هاد لا سيكسيون ما نخليهمش مخفيين، هما غادي نخليهم متاحين، يجعلهم متاح، يعني انه يولي كيبان، ما تكونش فيه المساله ديال بحال هكذا مخفي عن الطلاب، ما تكونش فيه بانه باهت اللون ديالو هكذا، يعني انه ما كيبانش للطلاب. فبالتالي هاد ليكزيرسيس هذا وهذا فهو متوفر كاين، يعني يقدر يشوفه اي واحد، ما معنى اي واحد يعني واخا ما يكونش مسجل في الموقع، ولكن فين غادي يشوفو؟ ما غاديش يشوفو في هنا في هاد لاباج هادي معزول، غادي يشوفو في البلاصه فين هزيت انا الكود كيما وريت لكم البارح وحطيته في الصفحه ديالي بشكل متسلسل، التمرين الاول التمرين الثاني الى اخره. دونك هاد الفكره هادي مهمه، وهاد الطريقه هادي مهمه بزاف، لان الاغلبيه ما كيبغيش انه يدير تمرين معزول وتمرين اخر معزول الى اخره، كيفضل انه يكون يعني تمارين متسلسله في واحد الصفحه معينه. واضحه الفكره؟ اذا ما كانش واضحه نعاود نركز عليها، ما كاين حتى شي اشكال واخا كتبان لي الامور يمكن واضحه. داكو
دونك باختصار شديد ندير سيكسيون جديدة مشتركة بين الأساتذة كلهم، وهاد لا سيكسيون تكون مخفية، ما تكونش معروضة، تكون مخفية، مخفية هنا، ونهزز لي زيكزيرسيس ولا نصاوبهم نيت هنا إلا كان صاوبتهم في شي بلاصة. المرة الجاية نبدا نصاوبهم هنا، أضيف نشاطا أو مريضا نصاوب هنا ليكزيرسيس ديالي، وفاش نكمل نض البال ندير بأنه متاح للجميع، متاح هنا ماشي عدم إتاحته، متاح للجميع، متوفر، ونمشي ندخل ليه ديك الساعة ونهز الكود اللي كيما درنا البارح ونحطه في لاباج ديالي. دونك مزيانة هاد الفكرة هادي، ندوزوها. اليوم عاوتاني غادي نشوفو مجموعة ديال التمارين، مجموعة ديال ليزيكزارسيس اللي غادي نشوفو. غير هو يعني منهجيا تناقش مع واحد الأخ البارح سي أنس، هو لأنه كيكون عنده مثلا واحد التمرين وما كيعرفش كيفاش غيصاوبو، كيفاش غيدير ليه، اش من اكزرسيس اللي غادي يعطيه، واش من يعني اش من التنسيق اللي غادي يعطيه في دوك لي زيكزرسيس ديال اش 5 بي. ف كاين واحد الاقتراح، هو انه كاين واحد لوليا هنا، واحد الرابط ديال الناس ديال اش 5 بي بوان اورغ اللي كيعطيونا دي زيكزامبل، يعني كيعطيونا الاسم ديال هذا وكيعطينا ان اكزامبل. كنشوف لاحظوا بان مجموعه ديال لي زيكزامبل كاينين هنا، غادي نفتح انا ان اكزومبل مثلا، غادي نطلع لي هادو كلهم ونفهمهم بعدا، نفهم نوع التمارين وكيفاش كيخدموا، باش ناخد فكره، باش منين يكون عندي شي تمرين ولا شي نشاط تكون ديجا عندي الفكره ديال التمارين اللي كاينين. دونك اول حاجه كيبان لي من الاحسن انني نطلع لهاد لي زيكزومبل ونشوفهم. دونك هنا الى لاحظتوا كاين واحد ليكزيرسيس اللي سميتو دراغ دو ووردز، دراغ دو ووردز، يعني انني كنجر كنكليكي على الكلمه كنحطها في المكان المناسب ديالها. هنايا كنعاود نكليكي على هذه ونحطها مثلا هنايا وكندير تشيك وكيصح ليا. دونك هذا هو ليكزيرسيس، هذا هو يعني البنيه ديال التمرين، هو انني كنجر مثلا، ولا كان يعني كان اكروشي لو مو في البلاصه فين خصو يكون. دونك هذا هو دراك دو وورد، يعني انني نمشي نطل ونفهم بعد التمارين كيفاش دايرين، اللي قلت كيفاش دايرين، باش ملي يكون عندي شي نشاط معين نعرف كيفاش انني يعني نحوله لتمرين تفاعلي. وما تقلبوش دائما انه يكون دائما بالشكل اللي كيكون مكتوب في الدفتر ولا في الكتاب ولا هذا بداك الجدول بداك، يعني هنا كيكون ابداعات اخرى وكيكون طرق اخرى اللي ممكن اننا نبدعوا فيها. دونك هذه يعني منهجيا هو انني نعرف بعد مجموعه ديال التمارين اللي كاينين كيفاش كيخدموا، نشوف المثال ديالهم بهذه الطريقه هذه، ومن بعد نشوف هاد التمرين هذا واش مناسب ليا ولا لا، وغادي نخدمو. داكور، دائما في اطار المنهجيه دائما باش نركزوا عليها مزيان، وهو انه مثلا جيت لهنايا عجبني هاد التمرين هذا مقاد الى اخره مصاوب، ولا ديك لا بريزونطاسيون اللي شفنا البارح الى اخره عجبتني بغيت نخدم بها. فهنا كتلقاو نشوفوا شي واحد دخل، الاخوان اللي كيدخلوا كيعطلونا شويه، كاين ما كاينش مشكل. دونك منهجيا شنو غادي ندير، غادي ممكن انني نهز نجي لهنا وندير هاد غيوز، يعني عاود استعمل غيوز، يعني عاود استعمل مره اخرى. دونك كنكليكي هنايا وكنمشي نتيليشارجي هاد الاش 5 بي، هاد الفيشي هذا اللي كاين هنا كنمشي نتيليشارجي باش ناخذو كوم اكزومبل ونعاود نخدم عليه. دونك فاش كنكليكي هنايا كنكليكي هنا كنتيليشارجي هاد الفيشي هذا، لاحظوا غادي نحطو هنايا دراك دو وورد مثلا، تيليشارجيت هاد الفيشي هذا اللي مخدوم مزيان، غادي نمشي للبلاصه اللي عندي فيها اضيف نشاط مثلا، وفتحت انا مجموعه ديال النوافذ باش نربحو شويه ديال الوقت. دونك ملي كندير انا اضيف نشاط كندير اش 5 بي، دونك كنمشي لواحد البلاصه هنا اللي فيها رفع او لا ابلود او لا بالفرنسيه، المهم كاين هنا رفع، يعني انا غادي نمشي نجيب انا واحد الفيشي ديجا عندي، مشيت تيليشارجيته من شي بلاصه ولا هذا، وندير ليه رفع من هنا. باش غندير ليه رفع غادي نكليكي هنا باش نختار الملف، غادي نمشي نقلب عليه في البلاصه فين تيليشارجيته بطبيعه الحال في الحاسوب ديالي، وهو هذا دراك دور، كندير ليه اوفغير وكندير ليه استخدم. فاش كندير ليه استخدم كيتفتح ليا هاد الفيشي هذا، وكندخل وكنبدل فيه داكشي اللي بغيت انايا، الصور مثلا، الجمال الى اخره. دونك غادي ترجعوا للفيديو غادي تعاودوا الطريقه اللي قلت، ولكن ما فيها باس كتذكير. دونك كندخل الاش 5 بي بوان اورغ اللي فيه لي زيكزامبل، كندخل كي نشوف التمارين، كان عجبني واحد التمرين دابا مصاوب مزيان الى اخره،
دونك كنمشي نتيليشارجي هذاك لو فيشي اللي هو اكزومبل حاطينه تما هما باش يستانسوا به الناس اللي غادي يخدموا بهذا الاش 5 بي، وكنمشي نتيليشارجيه من البلاصه اللي كاينه لتحت اللي سميتها ريوز، عاود استعمل كنكليكي هنايا كيعطيني واحد بتيت فونيتر كنتيليشارجي هذا الفيشي كما قلنا باش نعاود نستعمله. دونك نفس العمليه بالنسبه لكل شيء، لكل شيء اللي كاينين. دونك نسد شويه باش نحاول نخفف على النافيغاتور. دونك هنا كما قلنا تلاحظوا مجموعه ديال لي زيكزيرسيس، وكان ننصح بانه الانسان يحاول يشوفهم بعدا هو الاول يتبعهم الى اخره. داكو وي وي ما سمعتكش، عافاك. الا كان ممكن ما سمعتكش، واش كاين شي واحد اللي بغى يسول شي حاجه ولا نستمر؟ نستمر من الاحسن استعملوا الشط باش ما يكونش تداخل ديال الاصوات. نستمر ياك. داكو، اذا هنا واحد الاضافه كيضيفها لنا هذا الموقع هذا هو انه يمكن لي ندخل نتسجل هنا، نسجل معاهم ياك ونخدم هنايا، ولكن هذا فقط ashcakepay.org وفقط للتدريب. يعني كنتدرب انايا على ليزيكزيرسيس كيما عندنا في الموقع ديالنا ديال المنصه، كاين عندنا بنفس الطريقه كندرب فيهم وكنصوب تمارين. غير الاشكال اللي غيكون في هاد الموقع هذا هو فقط موقع ديال التدريب، ماشي موقع اللي ممكن نخلي فيه ليزيكزيرسيس ديالي الى اخره. داكور، علاش؟ لانه فاش كنصوب مثلا تمرين، كنصوب واحد التمرين هنايا صوبتو، يعني من بعد درت انا واحد المثال صغير صوبت عندهم تمرين، هو هذا مثلا غير صوبتو فقط كمثال، كيعطيني هذا لوليان هذا، كنقدر نتيليشارجي الفيشي اللي بغيت ونحطو فين ما بغيت الى اخره. ولكن الاشكاليه فين كتكون؟ هو انه فاش كنبغي نستعمل كيقول لي ريوز نفس الطريقه اللي قلنا كنبغي نستعمل. دونك هنايا كنتيليشارجي هذا الفيشي حتى هو وكنخدم، خصني نمشي نحطو في شي منصه اللي هي كتستحمل مثلا الاش 5 بي. اذا من البدايه انا علاش ندير هذه العمليه؟ نجي نخدم هنا ومن بعد نمشي للمنصه اللي بغيت ونعاد نحط فيها الفيشي ديالي الى اخره. دونك من الاحسن اني نخدم مباشره في المنصه اللي غتبقى دائما يعني موجوده. وهذا علاش ما غاديش يبقى دائما موجود؟ لانهم هما كيقول لك اودي راه فاش كدير ليه امبد انك تهز داك الفيشي كما قلنا البارح وتحطه في شي باج باش يشوفوه التلامذ الى اخره، كيعطيك واحد الوارنين هنايا، واحد التحذير، كيقول لك اودي هاد اش 5 بي راه فقط فور تراين، يعني غير باش تجرب وباش تخدم الى اخره. يعني هاد لا فونكسيون ديال انك تهز هاد الفيشي وتحطه في شي بلاصه اخرى من غير هذا راه ما غاديش تبقى. داكو، دونك ما تستعملش هاد الفيشي هاد لو سيت هذا باش دير هوست ريال كونتنت، يعني باش تابيرجي ان كونتوني اللي بغيتيه يبقى دائما. علاش؟ لانهم هما دايرين اش 5 بي بونك فقط ان الناس يتدربوا فيه، ماشي ابيرجيو فيه لي سيت ديال يعني لي زيكزارسيس ديالهم. دونك هنا الا جيت انا صوبت واحد التمرين هنايا وبغيتو يبقى دائما ما غاديش يبقى، لانه في اي لحظه غادي يمسحوه فاش كيديروا لي ميزاجور ديالهم الى اخره. دونك ما غاديش يبقى عندي الرابط خدام ديال هاد سميتو. وحتى الا هزيت داك لو فيشي مزيان نهزو يبقى عندي كفيشي، ولكن بعد واحد المده معينه فاش غيتمسح ليا من هنا خاصني نمشي نقلب على شي منصه اخرى اللي كتستحمل، اللي ممكن ان يتورني في هذاك لو فيشي اللي بحال المود مثلا بحال هذا، عاد باش نخدم في هذاك الفيشي وندير رابط اخر جديد الى اخره. دونك عمل كيتعاود يعني تكرار. وهما دايرين واحد h5p.com اللي هو كوميرسيال اللي ممكن يعني كتخلص وكتابيرجي فيه لي سيت ديالك وكتابيرجي فيه لي زيكزيرسيس الى اخره. دونك هنا النصيحه اللي عندي هو انه ما نخدموش في هذا التمارين اللي بغيناهم يبقاو لينا حنايا كاساتذه، ونعطيو الرابط اللي غادي يدوم هذاك الرابط ويبقى دائما كنستعملو وكنقدر ندخل ونغير الى اخره. دونك خاصني نخدم في شي منصه اللي هي مفتوحه واللي عندي لاكسي ليها ونقدر نغير التمرين في اي لحظه ونخدم الى اخره. دونك الا كانت الفكره هنا واضحه، الا ما كانتش نزيد نوضحها مزيان. دونك باش يكون تفاعل، الا كان نقدر نخليو تفاعل باش نعم، الا كان ممكن، الا بغيتو الا كان ممكن تكتب حيت الصوت ديالك ما مسموعش، الا كان ممكن
ندير واضحة الفكرة، لكن الأخ يمكن عنده شي إشكال. مثلا منصة بلوجر، مثلا منصة بلوجر، دابا خصنا نفرقوا بين جوج ديال الأمور هنا في هذه المسألة هذه. هو أنه يعني لو فيشي اللي كان صوب هو واحد الفيشي اللي كيبان للتلامذ، كيبان للناس يخدموا فيه إلى آخره، دونك هذيك بوحدها. دونك هذاك الفيشي فاش غنصاوبو نهز هذاك هاد الكونتوني اللي هضرنا عليه، كنهز هاد الكونتوني اللي تكلمنا عليه بحال هكذا، فاش كنهزو كنحطو في شي سيت معين كيخدم، ما كاينش مشكل. ولكن لاحظوا بانه دائما لا سورس ديالو مرتبطه ب h5p.org، داكور؟ يعني انه ديما غادي يرجع لا سورس هنايا في هاد البلاصه هادي. وهاد الناس اش كيقولوا لنا؟ كيقول لك اودي راه هاد السيت هذا راه ماشي ديال ليبرجومون ديال لي زيكزارسيس بشكل دائم، فبالتالي غتجي غير غتعلم وتعرف كيفاش، ولكن سير خدم في شي بلاصه اللي عندك فيها المنصه ديالك مفتوحه وتخدم فيها دائما. هذا غير التجريب فقط. علاش؟ لانه ما يمكنش هما يديروا لي بيرجومو هنايا لواحد العدد كبير ديال لي زيكزارسيس، هما عندهم ان سيرفور اللي كيقولوا بانه فقط سيرفور ديال التيست الى اخره، وكيديروا لي ميزاجور في اي لحظه كيمسحوا كل شيء وكيرجعوا، يعني كيتحكموا في هذا الشيء كيفاش ما بغاو. حاطين هنا هذا الوارنين هذا باش كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو في المساله هذه. دونك هنا كنتكلموا على المساله ديال لافيشاج ديال ليكزارسيس، يقدر يتافيشا في اي بلاصه اللي فيها لاش تي ام ال، دونك ما كاينش مشكل، غير هو كيرجع دائما لسورس. المساله الثانيه دابا هو انه باش يخدم هذاك لو فيشي اللي هزيت انا وحطيته في واحد البلوغ عندي ولا في شي سيت عندي ولا في اي بلاصه، خاصو يكون ديجا الفيشي مخدوم في واحد البلاصه بحال هنا مخدوم في h5p.org. الا مشاو هذوك مسحوا ليا هذاك الفيشي ديالي من هنا، ما غاديش يبقى كيتافيشا في البلاصه فين حطيت انا هذا الكود هذا. علاش؟ لانه كيحيل دائما على سورس. اذا من دونك الفكره شنو هي؟ هو انه من الاحسن انني نخدم من البدايه في منصه اللي هي فيها يعني الانتاج، ومن هناك تاخذ نيت الكود وكتحطو فين بغيتي. بحال دابا الشكل ديالنا ديال هذا الموديل، هذه المنصه كتدخل كتخدم، وعندك تما الفيشي ديالك، وعندك تما انك تابلوديه وكل شيء، والمنصه دائما مفتوحه، ما كاينش فيها مشكل، ما غاديش تسد غدا ولا كذا ولا. دونك الفكرة هي هذه، هو أنه الإنسان من البداية يفكر في شي منصة اللي غادي يخدم فيها، وأنها تسمح ليه أنه يخلي لي زيكزارسيس ديالو دائما تما. إلا هزيت الفيشي وحطيته في شي بلاصة وغدا مثلا تمسحات ديك الفيشي، دونك ما غاديش يكون عندي الفيشي دائما ديسبونيبل عندي. دونك نوقفوا هنايا إلا كانت الفكرة واضحة، وندوزو باش ما نتعطلوش. دونك اسمحوا لي غادي نجاوب على واحد الأخ. وي أستاذ بخير. دونك ماشي مشكل، واحد الأخ كيسوني وقيل ما عندوش شي مشكل. فوالا، دونك بالنسبة لي أنا وي دي كونسيي h5p.org. علاش؟ لأنه ماشي ما غاديش يبقى عندك التمرين تما، لان ما غتصاوب انت التمرين، غتهز داك لولين، غتعطيه التلامذ ديالك الى اخره، ما غاديش يبقى داك التمرين دائما كاين تما. دونك انا بالنسبه ليا دي كونساي ديوتيليزي h5p.org بور لي زيكزارسيس اللي غادي يبقاو تما دائما، وتعطي لولين التلامذ، وتعطي لولين شي واحد انه يخدم فيه غدا فاش يبغي يدخل ما غيلقاهش، وهما كاتبين هذاك الوارنين في لو سيت ديالهم اللي بشكل واضح. فوالا، دونك ندوزو. دونك يعني منهجيا نعاود هذه النقطه دي منهجيه مهمه بزاف بالنسبه ليا، وهو انني كنشوف لي زيكزارسيس، كنهز يعني ليكزومبل، كنشوف ليكزومبل كيفاش نخدمو، وكنشوف شنو ليكزارسيس اللي غادي يناسب النشاط اللي بغيت نحط انايا، ولا عجبني كاع انا التمرين. بالنسبه لي زيكزومبل هما فاش كتهز الفيشي كتحطو عندك راه كتخدم عليه، كيولي فيشي ديالك. يعني هذا الفيشي اللي تيليشارجينا قبيله وجبناه وحطيناه هنايا هاد البلاصه هادي باش نعاودو نخدمو عليه، هو هذا نديرو ليه استخدام. اون فوا كندير استخدام وكنموديفي فيه وكنسجلو هنايا، كيولي ديالي هنا، داكور؟ دونك هادي مهمه. فاش كنهز شي فيشي h5p فين ما بغى يكون وهزيتو وحطيتو عندي في لا بلاتفورم اللي كتورني فيها h5p، اون فوا كنبدا نخدم فيه وكنعاود نسجلو، كيتسجل هنا في هاد البلاصه فين حطيتو اخر مره، يعني كيولي بحال ديالك.
بهذه العبارة هذه، ما كيبقاش ديال شي واحد اخر، كيولي ديالك مباشرة، كتحكم فيه، كتغير فيه اي حاجة، كتقدر تحيد ديك الامكانية انه شي واحد يتيليشارجيه، شي واحد انه يحطه في السيتي ديالو، كلشي داكشي كتحكم فيه انت يعني بشكل كامل. ندوزو لهذه المسألة ديال ليكزيرسيس، نشوف واحد ليكزيرسيس هنا، هو ليكزيرسيس ديال اللي بغيت نبدا به هو دراج تكست. دونك دراج تكست هو انني كنجر واحد لو تكست، واحد الكلمه عند الجمله اللي يعني اللي كتناسبها. وديما ديما منهجيا كاين هنا التعليمات دائما في هذه البلاصه هذه، كيفاش انني نخدم لي زيكزومبل الى اخره. دونك نحاولوا نقراو هادو هنايا، لي تكست ديبلاسابل ساجوت افيك ان استيريسك، يعني ان لو تكست اللي غادي نهزو نحركو غادي نديرو بين جوج ديال النجمات بحال هكذا. المهم يمكن لي نزيد ان انديس، يعني شو التلميذ باش يفهم كنحط ليه واحد لانديس كنديرو بين جوج نقاط، اون بلاسون دو بوان افون سيت انديس. دونك هنا نقدر ندير مثلا واحد الفيدباك في البلاصه، ان فيدباك سور لو شو، انه الا جاوب مزيان كندير ليه كوريكت، الا ما جاوبش كندير ليه ان كوريكت الى اخره. دونك هنا بحال هنا كاين هذا المثال هذا، ان كونتوني اش 5 بي اي انتيراكتيف، الا جاوب صحيح كدير لي كوريكت، جاوب خطا كدير لي ان كوريكت، ريكومونسي. دونك باش كان هنا سلاش مع يعني اونتي سلاش مع بلوس، يعني انه الا كان الجواب صحيح، اونتي سلاش مع موان يعني الا كان الجواب خطا. داكو دونك هنا كنقدر ندير الجمل اللي بغيت. دونك كنا دونك نقدر ندير غابه اي لا كابيتال دو شي حاجه باغ اكزومبل الكابيتال دي. ولاحظوا بان غادي ندير مثلا هنا الجواب اللي غادي يجر هو هذا، هو فاش كيتحط هذا ما كيحطوش اون فاس ديالو بطبيعه الحال، هو كيحطهم الجمله هي هذه، ولكن هاد لو ماغو كيقدر ينزلو لتحت. دونك نقدر ندير واحده اخرى مثلا الجي سي با اي لا كابيتال دو مثلا الجي، حتى بهذا الشكل هذا الجيري الى اخره. دونك هنا فاش كندير الجمل انا هنا كيحط هو الجمل، ولكن هذا الجواب اللي كاين هنا كيحطو مبعثر هنايا، فهمتي شنو كيدير؟ كيكليكي وعاود كيكليكي فين غيحط الجواب. دونك هذا هو ليكزيرسيس اللي هو يعني دراغ تكست كيجر لو تكست. بطبيعة الحال كاين هاد لي زوبسيون اللي هما فقط دي زوبسيون اللي هما يعني دي فيدباك، كتعطيه النقطة بين لي زانترفال. مثلا الا جاوب على عندك خمسة الأسئلة جاوب عليها جوج كتعطيه مثلا موفي، ولا كتعطيه الا جاوب على ثلاثة كتعطيه السيفيان. المهم هذا فقط غير تحكم ديال الجواب. وهنا لي زوبسيون جينيرال تكلمنا عليهم دائما، الا بغيتي يدير ريكومونسي، بغيتي يشوف لا سوليسيون، بغيتي تكون لا كوريكسيون انستونتاني، يعني اون فوا كيكليكي وكيدير ديك البلاصة كيعطيه الجواب في البلاصه واش صحيح ولا ماشي صحيح. وهنا ديال النصوص مهمه، هذه ديال النصوص. دونك الاشكال اللي كاين هو بالنسبه للعربيه ما مترجمش كله، دونك بحال دابا هنا بلاص ما يعطيه الا كنت كنكتب بالعربيه بلاص ما يقول لي فيريفي، نقول لي تحقق، كنجي كنبدلها هنايا كنقول لي تحقق، وهنا بلاص ما نقول لي مثلا ريكومونسي كنقول لي اعيد الى اخره. كنترجم هادو بالشكل اللي بغيت، لاحظوا هنايا، ولكن فقط كنترجم هادوك اللي غادي تستعملو. كاين شي حوايج هنا ما غاديش يتستعملو بتاتا، دونك ما غاديش ناكتيفيهم بلا ما نترجمهم. ومن بعد كندير بطبيعه الحال هنايا لو تيتر ديال ليكزيرسيس، وهنا كندير لا كونسين الا بغيت نخليها كما هي، وكندير بروسيد تو سيف، وندير سيف، وكنمشي نشوف التمرين ديالي واش مزيان واش هو هذاك الى اخره، وكان نصحو كنرجع نصحو. دونك هنا دراغ تكست، دونك هذه هو دراغ تكست، هذه هي الطريقه ديالو. مزيان هذا سي فيدباك، عفاكم. داكو دونك هذا كو التمرين كملنا منه. دونك اي تمرين ساليت منه غادي نسدو باش نخفف على هنا. دونك دراك تكست دونك ساينا ما غاديش نسجلو، دونك ماشي ضروري. من بعد هنايا كاين شوفوا هذا هنايا سينجل تشويس،
دونك هنا شنو هو سينجل تشويس. دونك الا مشيت ديما عاوتاني نفس القضيه غادي نمشي نقلب على سينجل تشويس مثلا هنايا باش نفهمها كيفاش كتخدم. دونك انا هبط لهنا غادي نلقى سينجل تشويس هي هذه. دونك سينجل تشويس غنكليكي نفتحها في نوتر فونيتر هنا باش نشوفها كيفاش خدامه كيفاش كتخدم. ومن بعد نمشي نشوف التمرين اللي غادي ندير انايا واش هو اللي بغيت ولا كاين شي طريقه اخرى ولا كاين شي صيغه اخرى باش نحط هذاك التمرين ولا هذاك النشاط. دونك سينجل تشويس هي ان التلميذ كتعطيه اختيارات وكيختار واحد، ما هي عاصمه مثلا كذا، وكتعطيه الاختيارات وهو يعني كيختار من داك الاختيارات واحد. دونك سينجل تشويس هنا لاحظوا. دونك ما عرفتش انا هذه اللغه هذه باش كيهضروا هنايا. دونك ما عرفتش شنو هي كوجي بيريز. دونك كتكليكي واحد الجواب اللي كاين دونك وكيدوز. دونك هذه ربما كنا شفناها، كان الاخوان اللي خدموا بها. دونك هذه كتسمى سينجل تشويس. دونك كيفاش غنخدمها هو انني كندير السؤال هنايا، السؤال مثلا كنحط السؤال هنا، وهنا غادي نحاول نخدمه بالعربيه لانه كاين الاخوان اللي غادي يخدموا بالعربيه وغادي يلقاو مشكل. العربيه غادي نعاود نذكر مره اخرى كاين داك المشكل ديال يعني ديال مشى لي المصطلح، لا كومباتيبيليتي ديال العربيه بشكل كامل. دونك مازال ما كايناش لانه ما كاينش ما كيعرفش هو الار تي ال. دونك كاين عنده هذا المشكل هذا وراه خدامين باش يحاولوا يصاوبوه. دونك غنبحثوا حنا من بعد واش كاين شي فورك، معنى فورك يعني شي واحد اللي خدم شي حاجه باش يصحح هذاك البروبليم. ريت ما يصحوا في اللوجيسيال الاصلي. دونك عاصمه المغرب مثلا، وهنا كدير لي لي ريبونس بوسيبل والاولى هي اللي صحيحه. دونك عاصمه المغرب خص دير لي انت هي الرباط، هذه اللي صحيحه كتكون هنايا في الاول. ولاحظوا بان دائما انا شنو كندير، كنحاول ناخذ هذا وكنديرو في الوسط لان كنكتب بالعربيه، وكنحاول انني ندير مثلا بيطه باش يكون كبير شويه الى اخره. دونك السؤال الجواب الاول كيكون هو هذا اللي صحيح، والاجوبه اخرى كنحطوا واحد جوج ديال الاجوبه هو كيحطهم مخلطين داكور، كيحطهم ما يعني ماشي داك التسلسل. دونك نقول ليه مثلا تيزنيت ممكن تكون في تاريخ معين ما نعرف. دونك تيزنيت هذاك الزاي فين هو داكور. دونك هنا وندير بحال هكذا وندير ليه بهذه الطريقه هذه. نقدر نزيد جواب اخر الى اخره داكور، نقدر نزيد شي سؤال اخر، نقدر نحيدو مثلا. دونك كيستيون الى اخره. دونك هنا كاين نحيدها، دونك نحيد هذا العنصر هذا حيت بحال عطانا هنايا جوج ديال لي كيستيون. دونك انا ما غاديش ندير، غندير غير وحده. دونك لاحظوا بان غندير واحد لا كيستيون فقط. دونك هنا الا بغيت نزيد اسئله اخرى كنزيدهم مع الاجوبه ديالهم باش كيبدا يدوز، كيدير الاول وكيدوز السؤال الثاني كما شفنا في هذه الحاله هذه. ونفس المساله ديما في لي ريغلاج، ديما لي ريغلاج راهم باينين. دونك لي ريغلاج كنتحكم فيهم هنايا، والترجمه دائما الا كنت غنكتب بالعربيه نرد البال الترجمه باش تكون يعني الترجمه اللي هي على حسب شنو بغيت انايا. السؤال التالي وندور التصحيح الى اخره. دونك ديما بهذه الطريقه هذه باش كنمشي نشوف يعني الترجمه، وكيما باش نفهم انا شنو اللي غنترجم شنو اللي خاصني نترجم واللي ما خاصنيش نترجم، هو انني نمشي نتيستي ليكزيرسيس، نمشي نتيستي ونشوف كيفاش كيجاوب، ندير خطا ما نديرش خطا الى اخره، ونعقل على دوك الكلمات اللي كيخرجوا وداك لي فيدباك، ونحاول نترجم فقط باش ما نبقاش نترجم كل مره. والمشكل اللي كيكون في هذا هو انه كل اكزيرسيس خاصك تترجمه بوحدو. يعني كاين هذا المشكل هذا، وهو ان فاش كندخل مثلا كنترجم هذا واخا هو سينجل تشويس الى اخره، با خصني فاش ندخل لاكزيرسيس اخر كيعاود يترجم، لان ما كيسجلش الترجمه هنايا. سي با واش يقدر يكون شي حل. المهم غنفكر في شي طريقه باش يبقى ديك الترجمه يعني دائما تبقى. دونك بحال دابا مثلا بحال هاد مثلا فوغ لا سوليسيون، حنا ديجا يعني ترجمناها في اكزيرسيس اخر، ولكن فاش جينا لهنا كيعطيك عاوتاني نفس هذا، خصك ترجمها من جديد. دونك بالنسبه للسينجل تشويس هو هذا سينجل تشويس تيست. الا عندكم شي سؤال في هذا دونك دائما بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيخدموا بالعربيه ردوا البال انه دائما يحاولوا يسونطريو
يدير السونتري ديال الكلمات ديالهم بالعربيه باش ما يكونش داك المشكل ديال لافيشاج، حيت هو كيعرف دائما دو غوش ا دغوات. داكور. دونك حنا كملنا، الا كان عندكم شي سؤال هنا من دوزو عفوا. داكور، دونك نسدو هذا حتى هو باش ما يكونش عندنا الشاشه كثيره. دونك المساله اللي غادي نشوفو مره اخرى هي، دونك هذه شفناها، دونك الا درنا استخدام هنايا غادي تلاحظوا، غادي نديرو استخدام مثلا، غادي يمشي يرفع ايدي رفع الملف باش يحاول انه يدير فيه التصحيح، الى نخدمو فيه حنا ديك الساعه من بعد الى اخره. واحد النقطه اللي بغيت نناقشها معكم هي المساله ديال العمل التشاركي. دونك العمل التشاركي كما كتشوفوا، فاش كنكون خدام في شي حاجه مثلا هنا معينه، كنبغي نتواصل مع الاخوان اللي كاينين والاخوات الى اخره. دونك بالنسبه لهاد الواجهه هذه كاين واحد الحاجه هنايا كنقدر نديرها، هو انك نكليكي هنا وكنزيد ما يسمى اضيف منصه مجاوره او لا بلوك، يعني ان بلوك، كنزيد ان بلوك، كنكليكي هنايا وكنزيد ان بلوك باش يتافيش ليا هنايا. دونك كنشوف هادشي كاع اللي بغيت الى اخره، غير هو كيكون مشترك بين الاخوان كلهم والاخوات. دونك يحاولوا ما يمكن تزيدوا غير داكشي اللي مهم بزاف، فهنا ما تكثروش بزاف، هذا غير بالنسبه للادمينستراسيون، بالنسبه للبلوك الى اخره. وكاين شي حوايج اللي كيبانوا حتى للمستخدم العادي، دونك حسن ما نزيدوش الا شي حاجه اللي هي مهمه. بحال دابا نقدر نزيد واحد البلوك، ندير مستخدمين متواجدين على الموقع الان، باش نعرف شكون اللي معايا هنا دابا، خصوصا في هذه البلاصه هذه فين راني، باش نحاول نصيفط ليه الا كان هو مثلا. نجي نشوف المشتركون ونشوف الاساتذه اللي كاينين معايا، وبغيت نتواصل معاهم بحال اللي درت البارح مع السي جوادات. دونك كتواصل معاه، كتكليكي وكتصيفط ليه ميساج كيجاوبك هنا، كلشي كاين في هذه البلاصه هذه. داكور، دونك كتشوف الناس اللي كاينين معاك هنايا، كتشوف الاساتذه اللي كاينين. دونك هنا لاحظتوا كاين جوج داخلين هنا، دونك كتقدر تكليكي ليه غير من هنا الا كان استاذ معاك وبغيتي تتواصل معاه. دونك كتكليكي غير في هذه البلاصه هذه، وكيفتح لك الشات فين غادي تشاطي معاه، وكيجي هو واحد ليكون هنايا بالاحمر بانه هنا عفوا بالاحمر بانه جا واحد الميساج خاصو يقراه ويجاوب عليه. دونك يكون تواصل بين كاع الناس اللي كاينين في الموقع بهذه الطريقه هذه. دونك الناس المتواجدين هنايا كيكليكي هنا داكور، وكيصيفط رساله، وكيجي لاخر واحد نوتيفيكاسيون هنا باش انه يقرا. ديما ردوا البال لهاد البلاصه هذه باش يكون تواصل بيناتكم الى اخره. داكور، دونك هذه نقطه مهمه. ولا كاين ممكن انكم ديروا واحد القضيه ديال ان بتي فوروم بيناتكم، ان بتي فوروم اللي تحطوا فيه مثلا الافكار وتحطوا فيه الطرق ديال الاشتغال الى اخره. دونك يمكن لي، وهذاك الفوروم يقدر يكون مخفي عن الطلاب دونك بشكل عادي. دونك شنو غادي ندير، غادي ندير هنا اضيف نشاط او مورد، وندير منتدى. دونك اضيف نشاط او مورد هنا، وبالنسبه للنشاط اللي غادي نضيف هو فوروم. دونك فوروم منتدى هو كاين هنا المنتدى، دونك كنزيد منتدى بهذا الشكل هذا. ولاحظوا بان غادي نزيدو في الفوق ماشي في اون سيكسيون هنايا، دونك كنزيدو في الفوق، هادو خاصين بالليزادمين يعني بالاساتذه، وكندير فيه المنتدى الاسم ديالو مثلا منتدى الاساتذه بحال هكذا، وكنبدا هنا كيبدا يجاوب ويكتب الى اخره بحال شكل ديال المنتدى عادي. دونك تعرفوا كيفاش تشتغلوا فيه نتوما بشكل عادي. دونك وكدير حفظ هو العوده الى المقرر او حفظ معين باش كتشوف هذاك، وكتبقاو تزيدوا فيه لي ديسكوسيون ديالكم الى اخره، كيجي الاخر كيجاوب وكنحط فكره اخرى وهكذا. دونك باش يكون فضاء ديال النقاش كتسميوه منتدى الاساتذه ولا منتدى اساتذه الماده ولا كذا، وكتحاولوا تخدموا به الى اخره باش تحاولوا تواصلوا بيناتكم. وباش كنغيروا واحد دقيقه الا سمحتوا. كاين شي مشكل وقيلا عند شي اخوان عاوتاني ديال الدخول، غادي ناكتواليزي لاباج الاخوان الى سمحتوا لي، ياك وغادي نعاود نرجع لكم.
صافي انا اكتواليزيت، انا اكتواليزيت، انا اكتواليزيت دابا. قولها ليهم، قول لهم ادخلوا دابا ياك. يلا صافي، يلا. الاخوان والاخوات اعتذر، كاين مشاكل ديال الاخوه ما قدروش يدخلوا. وقال هذا البروغرام هذا اللي تعطل ما كيقبلش ليه الدخول، خصو يجيب شي شهاده طبيه ولا يجيب شي حاجه. اذا ننتظروا شويه التحقوا نكملوا. دونك مزيان عندكم الصوت، بعد قليل غادي ندير بارطاج ديال ليكرون. الصوت مزيان ياك؟ داكور. دونك دائما مسجله الحصه. غادي دابا درنا واحد الطريقه اليوم، نقصنا شويه لا ريزولوسيون، دونك نقدر نصيفطوها ربما قبل شويه في اليوتيوب باش الاخوان والاخوات يشوفوها. دونك نبارطاجي الان، بارطاجي ليكرون. سي بون لو بارتاج، واحد الدقيقة هو يكون عندكم. سي بون داكا اخت نادية. دقيقة وغادي نكملو. اذا نستمر، كنا كنتكلموا على المساله ديال التواصل داخل الفضاء ديال الاساتذه. قلنا غادي نتواصلوا، كنزيد واحد البلوك تحت هنا الا بغينا نزيد واحد البلوك، وهذاك البلوك هو المستخدمين اللي كاينين في الموقع باش كيبانوا ليا، وباش نعرف ان الاساتذه اللي معايا في هذه الماده هذه. كنمشي عند مشتركون هنايا، كيعطيني واحد اللائحه، كنشوف شكون تما اللي استاذ الى اخره، وباش كنتواصل معاه منين يكون هنا كنحاول نكليكي على واحد ليكون ديال الشط هنايا باش نصيفط له ميساج الى اخره، باش نتواصلوا ونعرفوا الطريقه ديال العمل ونسولوا بيناتنا الى اخره، لان عمل تشاركي هذا. يمكن لنا نديروا منتدى، منتدى الاساتذه ولا منتدى اساتذه الماده. كنكليكي هنا وكندير اضيف نشاط، وكندير منتدى، وكنخليه بالشكل اللي كاين، وكنبداو نحطوا فيه لي سوجي ديالنا الى اخره. غير واحد القضيه غادي نديروها هو انني غادي نكليكي هنا فاش ندير المنتدى، نكليكي هنا وندير اخفاء باش ما يكونش، باش ما يبانش التلامذ، يبان فقط غير يبان غير الاساتذه الى اخره. دونك واحد المساله هو اننا بدينا من البارح بالليل بدينا كنفتحوا يعني القاعات، ان اي واحد يدخل بشكل مباشر بلا ما يدير المود باس ما والو. فبالنسبه للتلامذ لان كاين عندهم مشكل ديال يعني ديال الدخول الى اخره ديال التسجيل. داكور، دونك كاين عندهم مشكل ديال التسجيل، وبالتالي غادي نفتحوا القاعات بشكل مباشر. يعني غادي يدخل غادي يلقى لي زيكزيرسيس، يلقى التمارين الى اخره. لا يسمح لي باضافه الدروس على المنصه. اللي عنده شي مشكل من بعد نشوفوه معاه بوحدو ياك. اللي اذا كان لا يسمح لك باضافه الدروس، فبالتالي انت مازال ما عندكش الاشراف، دونك مازال ما عطاناكش الاشراف، ربما سهوا منا ولا هذا. حاول تتواصل معنا من بعد باش نعطيوك الاشراف على هذا القسم. داكور. اذا قلنا بانه غادي نفتحوا لجميع القاعات جميع المواد باش يدخل التلميذ مباشره ويلقى لي زيكزيرسيس. دونك غير واحد المناشده للاخوان والاخوات، انه اللي باقي ما كملش شي تمرين مثلا يخلي دائما مخفي مخفي حتى يكملوا بشويه عليه يقادو الى اخره، عاد باش يافيشيه باش يشوفوه دائما فاش يبدا يسجل، ومن بعد فاش يسجل يمشي مباشره يدير مخفي عن الطلاب حتى يكمل التمرين ديالو بشويه عليه، وعاد يدير ليه ديك الساعه ديسبونيبل لكل شيء. داكور. دونك هذه مسألة اللي هي مهمة. دونك قبل ما ندوز للمسألة ديال القاعة ديال المباشر، بغيت نسمع واش عندكم شي أسئلة، عندكم شي حاجة في هادشي اللي شفنا لحدود الساعة. إذا كان اللي بغى يكتب، اللي بغى يتكلم، ولا داكور جيد. نقص شوية بعض لي زونجلي.
داكور. هذه الطرق موجودة في الهوت بوتايتوس. بالنسبة للهوت بوتايتوس عفاكم، راه مشينا شفنا القضية ديال الهوت بوتايتوس. دونك الهوت بوتايتوس سي با ان لوجيسيال ليبر، باش نكونوا واضحين. حنا في الجمعية دائما كنشجعوا البرمجيات الحرة بالدرجة الأولى، ولكن ما فيها بس نتكلموا عليه في هذا بشكل استثنائي. الهوت بوتايتوس هو واحد اللوجيسيال اللي كيعطينا الإمكانية أننا نديرو دي زيكزارسيس انتيراكتيف معزولين. بالنسبة للإخوان عافاكم اللي كيدخل، بالنسبة للتسجيل، التسجيل في البداية باغ ديفو أي واحد تسجل كيكون تلميذ باغ ديفو، هذه كاينة في الموديل دائما. من بعد عاد كيعطي المشرفين كيعطيو الإشراف للأقسام. دونك اللي عنده مشكل ديال الدخول كيبقى كتلميذ ما عندوش الإمكانية أنه يضيف، يتواصل معنا في الواتساب مباشرة ونزيدو، لأن كاين طلبات كثيرة وكثيرة بزاف، ربما سهينا على بعض الإخوان والأخوات دونك يسمحوا لنا، ولكن يعاودوا يصيفطوا لنا وغادي نفكوا هذا المشكل هذا إن شاء الله. دونك ما فيش شي حاجة كثيرة، فقط كنعينوهم مشرفين في الأقسام مباشرة، غير يصيفطوا لنا المادة مكتوبة مزيان والقسم والاسم ديالهم باش دخلوا، باش يسهلوا علينا المأمورية ونزيدوهم ديك الساعة. العفو سي مبارك، العفو. دونك بالنسبة لنا حنايا الهوت بوتايتوس، نعطيكم فكرة على الهوت بوتايتوس. دونك الهوت بوتيتوس هنايا بالنسبة لينا يعني كيخدم في اللون لينكس، كيخدم في الويندو، كيخدم في مجموعة ديال هذا. بالنسبة لينا دونك هو جافا، كتقدر تيليشارجي كوم فيشي اكزيكوتابل، او لا تيليشارجي كوم فيشي يعني جافا وتخدم به. داكو، دونك هنا غادي نفتحو هنايا في باش تشوفوا غير هاو بوتاتوس كي داير. دونك هذه الطريقه ديال لينكس، نتوما غيكون عندكم تيلي شارجابل، دونك ما غاديش يكون ماشي هو الطريقه باش تدخلوا، طريقه اخرى. كنمشي ندير لا ريشيرش في جوجل وكيعطيني لو سيت ديالهم. فاش كيعطيني لو سيت ديالهم كندخل كنتيلي شارجي داك لو فيشي وكان انستالي بشكل عادي وكنخدم به. داكو، دونك هذا هو المساله ديال الهوت بوتايتوس، انني كنخدم في دي زيكزارسيس بحال الشكل ديال اتش 5 بي، غير هو اللغه ديالو مختلفه. داكور، هو حتى هو يمكن تهزو الفيشي وتحطو في دونك الهوت بوتايتوس كيخرج بهذا الشكل هذا. فيه الصوت يتقطع، ربما غير الريزو الصوت مزيان شويه دابا. داكو، دونك هو هذا الهوت بوتيتوس اللي لاحظتوه. دونك فيه خمسة الأنواع ديال الأسئلة، دونك جي كلوز، جي كويز، جي كروس، جي ميكس، وجي ماتش. دونك جي ماتش هي فاش كنجر مثلا شي عند شي، دونك هذا خصو ربما تكوين بوحدو شي شوية وخصو مجموعة ديال الأمور. دونك هنا فاش كتكليكي على جي كويز مثلا ولا شي حاجة، كيعطيك واحد البلاصة فين تخدم، فين دير ليكزارسيس إلى آخره، وكتسجلو. دونك هنا كيقول لك تسجل لا كوبي ديالك الى اخره. دونك هنا كتقول ليه ما تسجلش الى اخره. دونك باش يعطيك انك الامكانيه تخدم خصك تسجل معاهم، ولكن هو كيعطي لك لي غراتويت، هذا هو لافونتاج ديالو، غير سي با ان لوجيسيال ليبر باش تخدموا به. ولكن بما انه كاين دابا الاش 5 بي، دونك لا داعي اننا نخدموا بهاد انا في الراي ديالي بان ما نخدموا. دونك لاحظوا بانك تصاوب ليكزارسيس هنايا فيه شويه ديال التعقيدات الى اخره، واش هادي كوريكت ولا ماشي كوريكت، وخصك تاخذ ليكزارسيس يعني تاكسبورتيه. ياك فاش كتاكسبورتيه مثلا كوم ستاندارد في سيش ولا يعني كوم ويب سيت الى اخره، كتحط لك واحد الفيشي، هذاك الفيشي كتمشي كتيليشارجي في الموديل باش يعطيك ان اكزيرسيس انتيراكتيف معزول بوحدو الى اخره. دونك انا شخصيا جو كونساي با باش نخدمو دابا بهذا، وحنا عندنا يعني تكنيك اللي نخدمو بها احسن من هذا 100 درجة. داكور، دونك انا لا بروبوزيسيون ديالي، ولكن الا كانوا الاخوان مستعدين وبغاو مثلا شي تكون في هذا الاطار هذا، حنا نقدروا نبرمجوه واخا ما داخلش في الاطار ديال البرمجيات الحره، ما كاينش مشكل. نحاولوا نديروا بعض الاستثناءات بعض المرات، ولكن انا كنفضل ان الاخوان والاخوات يخدموا ما هو كاين دابا، وما هو يعني بحال بغينا نقولوا ديال الوقت دابا. اش 5 بي دونك سي تري امبورطون حاليا. الاخوان بالنسبه كاين شي حاجه في هذه القضيه هذه ديال هذا
il y a aussi active present. بون ما ندخلوش بزاف ديال لي لوجيسيال لان الا دخلنا بزاف ديال لوجيسيال ما غاديش نساليو وكل واحد شنو كيدير. دونك حنا اختارينا هاد المنصه هادي علاش؟ باش لانها منصه متكامله. ما معنى متكامله؟ يعني انني ماشي غادي نبدا نخدم دي زيكزارسيس معزولين ونحطهم هنا 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 بشكل هذا. دونك هنا منصه متكامله يعني انه كنجي لواحد الماده معينه كندير فيديو ديال الدرس ديالي، كندير واحد الفيشي ديال القاعده ديالي مثلا، وكندير بعض لي زيكزارسيس انتيراكتيف باش يطبقوا داكشي اللي شافوا تما. لا فيديو حتى هي بنفسها كنديرها انتيراكتيف، عندنا الانسان كيتبع لا فيديو كنبدا نجاوب معاه وكنبدا الى اخره. دونك الا جينا نشوفوا اللوجيسيال اللي كاينين، فعلا كاين بزاف ديال اللوجيسيال اللي ممكن يديروا شحال من حاجه، ولكن الاختيار ديالنا حنا كان هو هذا. ودابا حاليا كاين انتاجات اللي هي مهمه، وكما تكلمنا عليه انه واحد الفضاء اللي هو كيخدموا به الجامعات دابا حاليا، كيصوبوا دي سيت ديالهم ديال فورماسيون ا ديستونس، كيحطوا لي فيشي تما، كيبقى داكشي دائم. واي في اي جينيراسيون جات مثلا كتخدم نفس، يعني الا خدمت انا واحد العام وصبت الامور ديالي بواحد الشكل معين كتبقى دائما تما، وكيجي واحد اخر العام الجاي يخدم بها وهكذا. واكثر من ذلك انه العمل التشاركي مهم. نعم راه هضرنا على هذه النقطه هذه، وهضرنا عليها في البدايه السيبانه ولا هذا، راه غادي تلقاها في الفيديو في البدايه، وغادي غادي تشوفها مزيان وتشوف الراي ديالنا فيها والفكره ديالنا فيها، ماشي مشكل. دونك النشاط الذي يجب في المتعلم صوتين لا يستجيب. لا هو يستجيب، ولكن خص يخدم في الكروم. دونك هذه ملاحظة، هذه انه خصك تفتح ذاك النشاط في الكروم ياك. وواحد النقطة خصك ترد البال للغة، شنو هي اللغة اللي يعني اللي اختاريتي؟ كاين فتحت اللغة، اللغة خاصك دير الفرنسية أو العربية باش كتبتي ذاك الجملة. مثلا إلا قلتي، إلا كنتي كتهضر بالعربية تقول لي مثلا ما هو فعل يكتب في الماضي، خاصو هو يعني كتكتب ليه كتابة، خاصك تشكلها بعدا هو الأول، كيكون الشكل كتابة داكوغ. و فاش كيجي هو، فاش كتجي لتحت كدير العربية، كتختار اللغة كلغة كدير العربية باش هو، باش يعني النافيغاتور كيفهم بأنك كتكلم بالعربية، وكيقارن داكشي اللي قلتي مع داكشي اللي مكتوب. بالنسبة للعربية كاين واحد شوية ديال المشكل على اعتبار الشكل، لأنه إلا كتبتي لي غير كتابة هكذاك ما كيفهمهاش هو واش كتبها ولا كتبها ولا ما كيفهمش داكور. ولكن الا شكلتيها بعض المرات كتكون يعني كان تيست ممكن لكم ديروه. بالنسبه للفرنسيه ما فيهاش حتى شي اشكال بتاتا، واللونجلي الى اخره. دونك يعني كتكتب ليه الكلمه والجواب وهو كينطقها، وترد البال غير دوك المساله ديال لي ليزون الى اخره. وكاين جواب واحد يمكن يعني نقبل فيه مجموعه الاجوبه مثلا، راه كاين هذه النقطه هذه كنديرها. استعمل اوبرا؟ لا الكروم، الكروم لان حتى الاوبرا والفايرفوكس ماشي مازال ماشي كومباتيب مع الصوت. دونك استعمل كروم هو اللي غادي يخدم ليك. دونك اوبرا ما غاديش تخدم ليك، وحتى الفايرفوكس حاليا مازال ما جربتش فيها. ولكن المهم النصيحه اللي كينصحوا الاخوان تما اللي صوبوا هذا هو انه كتستخدم في الكروم. دونك جربها في الكروم وغادي تخدم، وجربوها في البدايه باللغه اللي هي هذا، ومن بعد يمكن لكم تيستو بالعربيه الى اخره. دي يعني كما قلت نعم، حاولوا تردوا البال يعني لي ليزون، ما كيفهموش هو. دونك يقدر التلميذ فاش تعطيه شي حاجه يدير لك لا ليزون وهي صحيحه، ولكن هو يقدر مثلا داك اللي سميتو الكروم ما غاديش يعرف بان راه كاينه لي ليزون تما الى اخره. دونك حاولوا تيستيو وتجربوا الى اخره، وتعطيو دي زيكزارسيس اللي هما ساهلين، ما فيهمش دي كاس سبيسيو كما كنقولوا. الا كاين شي سؤال اخر عندكم ندوزو، خصوصا الاخوان والاخوات اللي خدموا. حنا عندنا واحد المقترح اننا ابتداء من غدا مثلا، ابتداء من 9 غدا غادي نحاولوا نديروا واحد المساله، نديروا العكس دابا، وهو اننا نفتحوا المنصه دائما واحد اليوم او 3 ايام مع 9، وغادي يجيو الاخوان والاخوات ويخدموا، حنا نشوفوا ونحاولوا نديروا واحد لاسيستونس الى اخره، فين نلقى المشكل، فين ما عرفش الى اخره. هو اللي غادي يدير لا بريزونطاسيون، هو اللي غادي يبارطاجي معنا ليكرون ديالو ويخدم ويشوف فين عنده المشكل. وحتى اللي دار شي تجربه مزيانه ودار شي خدمه مزيانه يقدر يجي بارطاجيها معنا مثلا، يوري الاخوان والاخوات كيفاش خدم الى اخره، كيفاش الطريقه اللي يعني يبقى يخدم وحنا نتبعو، وممكن نسجلوها كاع ونديفيزيوها، يعني ما يكونش فقط من جهه اخرى، من واحد الجهه. يعني حتى الاخوان كاين تبارك الله الاخوان والاخوات اللي يخدموا شي امور مهمه، يعني ممكن انه يوجد ويجي ويخدم ونشوفوا حنا الاخطاء فين دارها الى اخره، ونحاولوا نقيديو شويه باش يكون فعلا يعني تعليم عن بعد. دونك من هذا المنبر هذا ابتداء من غدا مع 9، دونك غادي نحلوا هذا، ولكن ما غاديش يكون تكوين بهذا الشكل اللي يعني اللي درنا اليوم. هضرنا بزاف،
اللي بغى هذا يقدر غدا نيت يوجد راسو الى اخره ويجي بريزونتي لنا واحد 10 دقائق ربع ساعه. واحد اخر عاوتاني اللي عنده شي مشكل يطرح لنا المشكل يخدم هو في البيسي ديالو ونشوفو حنا ونحاولو نكيديوه وهكذا. وماشي ضروري نكون انا دائما حاضر في المنصه، يعني غنخليوها مفتوحه مع تسعود، ولكن غادي نشوفوا كيفاش الطريقه باش نبقاو ناكسبتيو الاخوان والاخوات. عندي مشكل في الحاسوب، هل ممكن ان اقوم بانجاز التطبيقات عبر الهاتف؟ دابا حاليا صعيب عبر الهاتف، لان البرنامج ديال المود اللي كاين دابا حاليا في الهاتف فقط لا في الشارج، دونك باش نخدم خاصني لا بدا يكون عندي اورديناتور ونخدم فيه. دونك كاين هذا المشكل هذا ديال الهاتف. دونك كاين شي ابليكاسيون على ما ظنيت واقيلا كاين شي ابليكاسيون بايونت مازال ما قلبتش اللي كتعطيك الامكانيه انك تخدم في، ولكن من الاحسن انا كنصح ان الاخوان والاخوات يخدموا في البيسي لان كتخدم مرتاح وكيبان لك شحال من حاجه وعاد تمشي تشوفها في. دونك انا كنصح انكم تخدموا في الحاسوب ديالكم مباشره. تفضلوا اللي عنده شي سؤال قبل ما ندوزوا للنقطه ديال القاعه الافتراضيه المباشره. دونك ندوزو ما كاينش مشكل. بالنسبه غتلقاو كلكم تقريبا، اللي ما لقاش غادي يلقى من بعد في كل مقرر دراسي في كل ماده غيلقى واحد الحاجه هنا سميتها لايف سال، لايف ولا كور اون لين يا عربيك مثلا، كور اون لين فرونسي، اس في تي الى اخره، مع المستوى. كل قاعه يعني كل ماده في كل مستوى عندها واحد القاعه ديالها، اللي كيكليكي هنا كيديه لواحد البلاصه اللي فيها يعني واحد القاعه اللي بحال الشكل اللي كنديروا دابا حنايا حاليا، غير هي شويه موجهه بزاف فيها السبوره فيها غنشوفوها دابا. غير هنا حنا درنا واحد القضيه هنا مخفيه عن الطلاب، ولكن نتوما غتلقاو واحد يعني تما غتلقاو واحد القضيه درناها وهو نشوفوها هنا، وهو ان مثلا هذه القاعه هذه مابغيش نحلها لاي واحد، بمعنى نحلها لاي واحد يعني اي واحد جا دخل لقى الى اخره كيكليكي كيدخل كيلقى القاعه وكيقدر يهضر مثلا، ما كتحكمش انت في الناس اللي كاينين وكذا الى اخره، وغتسد ليه الميكرو ولا هذه يقدر تفتح وكذا ويقدر يكون مشكل. دونك اش درنا حنايا هو اننا منعنا حنا ديك غنمنعوا ديك القاعه الا على الناس اللي مسجلين، يعني اي واحد بغى مثلا يدخل كتسجل باش كتعرفوا شكون هو، كتعرف الايميل ديالو، كتعرف مجموعه ديال الامور، باش حتى الا كان شي حاجه اللي ماشي هذه كتحكم فيها من بعد الى اخره. بس نشوفوا شكون اللي اكسبتي. كانت تمرين بها جدول، واخا بالنسبه للحالات الخاصه غنشوفوها. دونك هنا كما قلنا هذه القاعه هذه هذا كيتسمى الاوبن ميتين. الاوبن ميتين هو ستان لوجيسيال ان سيرفور كله ديال 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 ميديا يعني ديال اللقاء المباشر اونلاين، بحال هذا اللي خدامين به دابا حنايا، بحال زوم، بحال مجموعه ديال اللوجيسيال، غير هو ستان لوجيسيال اللي هو ليبر، وهو ستان لوجيسيال اللي كتحط في ان سيرفور كيتقاد كيتخدم وكيعطيك الامكانيه ديال قاعات متعدده، على عكس ديال مجموعه ديال اللوجيسيال الاخرين اللي كيعطيك انت هذا كيعطيك قاعه واحده كتخدم فيها الى اخره، وكيعطيك لي ليميت بحال لك بيج بلو شي حاجه بوتون الى اخره. دونك هنا مجموعه ديال الامور ما نغيروا فيها حتى شي حاجه، فقط حنا اش كنديرو كنجيو هنا كنديرو تقييد الدخول، يعني كندير واحد الطريقه تقنيه هو انه ما يدخلش ما يشوف يعني مخفي، يعني الطالب يقدر يشوف هذاك لو ليان باش يدخل ليه، ولكن خاصو يكون البريد الالكتروني ديالو فيه ا. دونك هذه سيتون تكنيك درناها باش ندوزو من واحد النقطه ديال انه ما كيعطيناش الامكانيه اننا نخفيوه على الطلاب بواحد الشكل معين، خص يكون كيبان للطلاب ولكن اللي مسجلين. دونك باش تفهموا انه دابا مثلا الماده كلها مفتوحه للجميع، يعني كطالب زائر مفتوحه لك المنصه كلها تشوف لي زيكزارسيس ديالها الى اخره، ولكن انا بغيت بعض التمارين يشوفوهم الطلاب فعلا، ما تكونش مخفيه على الطلاب كلهم، ولكن هذاك الطالب خاصو يكون مسجل. دونك شنو كندير؟ كنجي لهنا كنقول انا الطالب يجب ان يكون عنوان البريد الالكتروني ديالو في اروباسك. علاش؟ انا ملي كندخل دابا انا مثلا كزائر ما كنعطي حتى شي معلومه، لا اسم لا حتى شي حاجه، كندخل مباشره كنلقى اللي فيه شي كنخدم، ولكن الا بغيت ندخل انا كمستعمل
الحق اللي هو اساسي، اما دخلت بالفيسبوك ولا دخلت بالواتس يعني بالجوجل ولا دخلت بمصر ولا تسجلت بشكل عادي، واحد الحق اللي هو مشترك عند هادو كلهم هو البريد الالكتروني. يعني ملي كندخل بالفيسبوك كيشد البريد الالكتروني ديالي، ملي كندخل بجوجل كيشد البريد الالكتروني، كندخل بمصر كيشد البريد الالكتروني، كنتسجل بشكل عادي كان خصني نعطي البريد الالكتروني ديالي. دونك يعني الطلاب كلهم اللي مسجلين كلهم عند خص يكون عندهم بريد الكتروني. يعني اش كنقول لي انا، كنقول لي ودي الطالب الا بغيتو اللي عنده هاد الخاصيه هذه عنده البريد الالكتروني ديالو فيه اروباسك، افيشي ليه انت يا هاد النشاط هذا داكور، وكندير هاد العمليه هذه. الا ما كانش كنسد، يعني كنسد ما يشوفش كاع، ولا الا درت بحال هكذا كيبان واحد الميساج صغير بانه هاد الحق او هاد النشاط هذا متوفر، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم اروباسك مثلا في الايميل ديالهم الى اخره. دونك بالنسبه لي هذه المعلومه ماشي ضروري يعرفها اي واحد، ولكن انا مع التلام ديالي كنقول لهم ودي الى الى بغيتوا تدخلوا باش نتلاقاو الى اخره، دخلوا تسجلوا، ولا كنسجلهم انا نيت كنسجلهم فقط وكنعطيهم لي مود باس وكيدخلوا بشكل عادي. دونك كنخبعها هنايا. دونك هذه العمليه كلها حنا اللي كنديروها باش نكونوا واضحين. دونك هذه ما كديروا فيها حتى شي حاجه، غير غتفهموها نتوما، تفهموا بانه حنا كنديروا هذا الاوبن ميتين هذا. دونك نديروا هنا الغاء، كنصوبوا حنا هذه القاعه هذه، كنصوبوا الرابط ديالها، لان نتوما ما عندكمش امكانيه انكم تزيدوا الاوبن ميتين. انا شفتوا ديك اضيف نشاط ما غاديش تلقاو فيها الاوبن، يعني الاوبن ميتين، لان باش ما يكونش عندنا واحد السيرفور غادي يزيدوا فيه قاعات كثار ويقدر يدير لنا مشكل ولا يتبلونطا ولا شي حاجه. دونك هذه الخاصيه هذه خليناها فقط للادمينستراتور، هما اللي كيزيدوا القاعات لكل، يعني القاعات ديال المباشر لكل ماده في كل مستوى، وحتى اللي لقى بانه ما عندوش القاعه ديالو نسينا ولا شي حاجه يتواصل معنا وحنا غادي نزيدوها. وبالنسبه لهذيك القاعه وداك الرابط قلنا ماشي اي واحد مفتوح ليه، مفتوح للطلاب فعلا ولكن اللي مسجلين داكور. دونك هنا ما كيبان ليش، ولكن اي طالب اللي هو مسجل كيجي كيكليكي هنا اوكي. دونك شنو كي نشوفوا شنو اللي دخل. دونك ملي كيكليكي على داك الرابط، كيكليكي على هذا الرابط هذا هنايا اللي هو كور اون لين الى اخره، كيخرج ليه هاد النافذه هذه. دونك هاد النافذه اللي لاحظتوا دابا هي هذه النافذه ديال 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 القاعه اللايف داكور. دونك كتلاحظوا بان الميكرو خدام هنا، دونك كنسكتو، كنسكت الميكرو من هنا داكور، كنخدم الميكرو من هنا. الى عندي الكاميرا كنكليك عليها باش نخدمها، فاش كيتحل اول مره كيطلب لك لوتوريزاسيون انه يخدم الكاميرا والميكرو الى اخره بحال اي لوجيسيال ديال اونلاين. دونك هنا هاد لي زيكون اللي كتشوفوا هنا هادي ستان تابلو، كنقدر نزيد على النوتخ تابلو، كنقدر نزيد على النوتخ تابلو الى اخره. دونك علاش هاد لي تابلو مزيانين؟ لانه مثلا حنا مشتركين بزاف ديال الاخوان كيخدموا الى اخره، كل واحد يدير التابلو ديالو، كيجي لهنا وكي كليك كليك دغوا وكيدير موديفي لو نو وكيسمي مثلا، كيدير طابلو دو فلان كاستاذ الى اخره، وكيدير اونتري وكيسمي كل واحد بالطابلو ديالو. كنقدر نزيد اي عدد ديال الطابلو بغيت، ولكن من الاحسن نخدم غير بواحد خمسه سته ديال الطابلو، لان كنقدر نكتب فيهم ونمسح من بعد. غادي معايا مزيان الاخوان في هذه النقطه هذه ديال هاد القاعه الافتراضيه المباشره. داكور، دونك هي هذه قلنا. دونك هنا كنتحكم انا في ملي كيكون عندي المستعملين، فاش كندخل انايا بعدا كاستاذ اوتوماتيكمون كيعطيني موديراتور، انا موديراتور دابا هنايا ماشي ادمين ديال السيت، ولكن دخلت كاستاذ لاحظوا بانني موديراتور هنا، عندي كاع لي بوتون اي سون اكسيسيبل. التلميذ فاش كيدخل هو ما عندوش لي بوتون اكسيسيبل، ما عندوش هاد الفيشي اكسيون، ما عندوش هاد الشيء كلشي، ما عندوش الامكانيه انه يخدم الميكرو ديالو، الكاميرا كيتحكم فيها، ولكن هنا ما يقدرش يتحكم فيا انا، بالعكس انا كنتحكم ليه في الكاميرا. دونك اون فوا كيدخل كنسد ليه الميكرو، كنسد ليه الكاميرا حتى هي ما يقدرش يفتحها بتاتا داكور مباشره. كنتحكم في المساله ديال لي فيشي، كنقدر نكتب، كنجي لهنا وكنكتب مثلا نص بغيت نوجد هنا باش مزيان هذا انني كنقدر نوجد لا كلاس ديالي قبل، كنوجد لي طابلو، كل طابلو كندير فيه الصوره، كندير فيه الفيشي، كندير فيه اي حاجه بغيت، فاش كاين يدخلوا تلان كيلقاو داكشي موجود محطوط، الا ماشي عاد كنبدا نهز نحط الى اخره. دونك هذا هو لافونتاج، الاهميه ديال هاد لوبن ميتين هنايا، هو انني كنهيئ الفضاء ديالي من البدايه. ايضا عندي دي فيشي بغيتهم مثلا نكون كنخدم ونافيشيهم، كنجي لهنا كنشوف لي فيشي ديالي، نقدر نجر مثلا هنايا شويه
باش تبان شي شويه كبيره هنا، وكنشوف لي فيشي ديال لا سال فوالا، مي فيشي بيرسونيل، لي فيشي بوبليك دو لا سال، فيشي دو جروب الى اخره. نقدر نزيد مثلا ان هي واحد هذا ان دوسيي، نزيد انا ان دوسيي ونسميه مثلا بالسميه ديالي انا كاستاذ، جو سي با، انا الاسم ديالي في الانترنت هو هذا. دونك نزيد ان دوسيي باسم ديالي، وهذاك لو دوسيي غنبدا نحط فيه لي فيشي ديالي، واحد اخر غادي يزيد لو دوسي ديالو كاستاذ الى اخره، باش يبدا ينظم تما لي فيشي ديالو. وهذوك لي فيشي اللي كنحط تما هما غير لي فيشي باش غادي نخدم في ديك الحصه المباشره فقط، يعني ماشي ديال شي فيشي اللي غادي نخدم به دائما ولا هذا. دونك اللي غادي نخدم به في ديك الحصه فقط، دونك ندير انولي لان باش ما يعطلناش. دونك ملي كنبغي نزيد شي فيشي كنمشي نزيدو من هنا الحاسوب ديالي. مثلا انا بغيت نتكلم لهم على هذا الدرس هذا اليوم، على واحد الظاهره معينه، واحد الدرس معين، كنهيئ لي فيشي، كنهيئ واحد الفيشي بي دي اف، واحد الصوره مثلا، واحد الفيشي كنكتبو ولا شي حاجه بحال هكذا، انا كنكتبو في السبوره كنوجدو، كنمشي ندير هنا لي فيشي، كنزيد لي الفيشي. دونك هنا اجوتي نو باردون، هنا كاجوتي، هنا كنمشي نزيد الفيشي من هنا، فاش كنكليكي هنا كنمشي ندير سيليكسيوني ان فيشي من البي سي ديالي، ولا بغيت نشارجيه دابا في الطابلو كنشارجيه مباشره في الطابلو، كنكوشي هذه باش منين تيليشارجي الفيشي يتحط في الطابلو ديريكت يتافيشا ليا هنايا. داكور، دونك كاين امكانيه ديال انني يعني نرسم، كنرسم، كنقدر ندير بحال هكذا، نرسم شي حاجه سي با، نقدر ندير شي حاجه. كاين هنا لي فورمول ماتيماتيك كنقدر نزيدهم، وكاين مجموعه ديال الامور اللي نقدر، بغيت نمسح مثلا كنمسح من هنا، بغيت دونك مجموعه ديال الامور اللي ممكن نديرها هنايا. دونك اللي كيهمنا بزاف سي ان طابلو على حسب شنو بغيت. انا كنجي كنحط الصوره هنا، ان تكست فيه مثلا خصنا مثلا يقراوه، مثلا درس القراءه كندير باردون يعني كمثال، مثلا عندي واحد النص ديال القراءه، كنجيب هذاك النص ديال القراءه كنحطو هنايا، كندير الصوره مثلا هنا، كنحط مجموعه ديال الاسئله هنايا لتحت. داكور، كيجيو التلامذ مثلا في واحد الحصه ديال نصف ساعه ما كنكثروش، كيديروا النوبه، كيقراو، كنسمع لهم، كنصح لهم، كنسولهم مثلا على الصوره، كنسولهم على اسئله شفويه الى اخره، وكيتجاوبوا في البلاصه. دونك هذا هو لافونتاج ديال هذه القاعه هذه، وفيها يعني فيها كيستيونير مباشر، كنقدر نسول، كندير واحد السؤال كيمشي لهم كلهم مثلا وكيجاوبوني، وكيتافيشا ليا مثلا الاجوبه ديالهم ان بتي سونداج. بالنسبه لي زاكسيون هنايا كنقدر نبارطاجي ليكرون، داكور، دونك كيما درت معاكم اليوم في هاد البريزونطاسيون ديال اليوم، انني بارطاجيتها في ديك لابليكاسيون، كنقدر نبارطاجي ليكرون، نفس الشيء كنكليكي على بارطاجي ليكرون هنا، وكننقص شويه هادي الا بغيتي على حسب الريزو، على حسب الكونيكسيون، كنقصها شي شويه هنا، وكنقص حتى هاد لا فريكونس بار سكوند ولا كيفاش كيسميوها هادي، دونك كندير هنا على حسب. الا بغيت نبارطاجي كنكليكي على بارطاجي، كندير بارطاجي هنايا، وكيسولني كيقول لي شنو بغيتي تبارطاجي، واش ليكرون كلها، واش لانتيغ ديال ليكرون كلها، ولا غير واحد الفونيتر، شي واحد الفونيتر انا فاتح هنايا لاحظتو، ولا في كروم بغيت نبارطاجي غير واحد لونجلي، غير واحد لونجلي اللي بغيت نبارطاجي. دونك هنا كيتحكم في لو بارطاج اللي بغيت كله. دونك اما لانتيغاليتي ديال ليكرون كلها كيبان فيها السيستيم، كيبان فيها كلشي، اولا فونيتر ديال لابليكاسيون وحده ديال اون فونيتر اللي مفتوحه، مثلا حل الكالك كنكتب في الكالك بغيت نوري لهم كيفاش يخدموا في الكالك، كنفتحوا كيتافيش عليهم الكالك بوحدو، ان اوتر لوجيسيال كنخدم به الى اخره بالنسبه للانفورماتيك ولا هذا، ولا بغيت انا غير واحد لونجلي في كروم، لونجلي اللي فاتحنا في كروم هو اللي غيتبارطاجا بوحدو، كندير بارطاجي. داكور، او الا ما بغيتش نبارطاجي كنسجل، ولكن من الاحسن انا كنفضل انكم اللي بغى يسجل الحصه ديالو يستعمل شي لوجيسيال ديال التسجيل، باش يكون التسجيل مزيان، باش ما يوقفش، بعض المرات كيقدر يوقف هذا التسجيل هذا ولا شي حاجه. دونك الا ما كنتش غادي ندير لو بارطاج بلا ما نستعمل هذا التسجيل هذا، من الاحسن نستعمل التسجيل باش نسجل الحصه ديالي مثلا، نوريها للاصدقاء، نوريها للاداره، المهم الى اخره. دونك نسجلها بشي لوجيسيال معين ويسجل لي ليكرون ديالي كلها. دونك هذا بشكل عام. دونك هنا الفيشي كندير في بريزونطاسيون، كنشارجي شي فيشي مثلا في الطريقه هذه بحالها بحال هذه، كنشوف لي زيتيليزاتور اللي عندي هنايا، واي يوتيليزاتور بالنسبه للتلامذ فاش كيدخلوا راه ما عندهمش لي دغوا كاع، كنحيد لهم كاع لي دغوا، وحتى الا جا شي واحد مثلا نخدم الميكرو كنقدر نسد ليه الميكرو ما يقدرش يخدمه، ونسد ليه الكاميرا. هاد القاعات كلشي فيهم الصوت والصوره، احنا الاغلبيه يعني درنا لهم غير الصوت على حسب لا بونت باسونت، على حسب لو سيرفور الى اخره، ولكن الا كان شي واحد بغى مثلا الكاميرا يقدر نخدموا الكاميرا، ولكن كنفضلوا ان كلشي يكون بالصوت،
باش ما يكونش داك المشكل ديال الكاميرا وديال لافيشاج ديال اي حاجه هنا الى اخره. دونك هذا بشكل مختصر، ما عرفتش مختصر ولا مطول. المهم اللي عنده شي سؤال في هذه النقطه هذه يتفضل بالنسبه لهذه القاعه الافتراضيه المباشره، وهي مهمه في الحقيقه، وهذا هو هذه الاضافه. القاعه تدعم، هو فاش كتحط الفيشي هنايا، ما عمري جربت انا داك الفيشي ديال سميتو، ولكن اللي فيشي بي دي اف كلهم كيتحطوا هنايا وكيكون سو فورم دو بريزونطاسيون. كتبدا تهبط الفيشي الاول الفيشي الثاني، يعني يمكن لكم تجربوها بالشكل اللي بغيتو وتشوفوا الامكانيات اللي عندها الى اخره. دونك راه غتلقاوها في القاعه وهي مفتوحه دائما، لو سيرفور ديال هذيك القاعه باش نكونوا هنا راه مفتوح دائما، يعني فوقاش ما جيتي انت وكليكيتي تما غادي تحل لك لاصال ديالك، وكتكون فيها انت موديراتور، ويمكن لك يعني تتفق مع شي واحد وتجربوا انت وياه الى اخره في البدايه حتى تجربوا هذا، عاد تعيط للتلام ديالك وتجلس معاهم، يمكن في البدايه 5 10 ديال التلام تجرب معاهم وهكذا. دونك القاعه كما قلنا دائما مفتوحه، وحنا راه غادي نشوفوا القاعات الاخرى اللي زدنا والمواد اللي زدنا غادي نضيفوا لهم القاعه، واللي من بعد واحد اليومين ما لقاش القاعه ديالو يمكن يتواصل معنا باش نزيدوها ليه. دونك الا كاين شي سؤال دائما هنا تفضلوا بالنسبه لهذه النقطه هذه. دونك الاهميه كما قلنا الاضافه اللي كاينه عند هذه المنصه ديال اللي كتخدموا فيها دابا نتوما الان، واللي هي دائما مفتوحه ومتاحه دائما، هي الامكانيه اللي كتتيح ديال الدروس وديال الانشطه التفاعليه الى اخره، اضافه الى امكانيه ديال اللقاء المباشر مع التلامذ في واحد الوقت معين، كتواصل معهم كتصيفط لهم ميساج كتعيط لهم باش انهم يدخلوا القاعه، وكما قلنا كتسجلهم انت. حنا ما بغيناش نفتحوها للجميع باش ما يكونش يعني اي واحد جاي يدخل الى اخره. هل يمكن بامكانك عرض جميع فيشي وورد والفيديو على الشاشه التفاعليه؟ نعم، كتجيب الفيديو كتحطه وكتحطو تما وكيشوفوه معاك هنا، باش يعني لافونتاج هو ان فاش كتحط ان فيشي هنايا كلشي كيشوفو في دقه واحده، واكثر من ذلك يمكن لك تخدم على التمرين، يعني بمعنى انه كتحط واحد الفيشي مثلا هنا وعندك بلاصه فين يكتبوا ولا بلاصه فين يجاوبوا على شي حاجه ولا، وكان كاين القاعه كلها يعني كلشي كاين. فاش يعني كتقول لشي واحد مثلا جاوب انت ولا يعني كتب انت الجواب ولا، كيمشي كيكتب الجواب. فاش كيكون كيكتب الجواب كيبان لك انت شكون اللي كيكتب الاسم ديالو في ديك لا سوري، كيبان لك الاسم ديالو شكون اللي كتب، يعني ملي كيكون كيكتب كيبان لك بان فلان هو اللي كيكتب، وكتصح ليه مثلا كتب الهمزه ولا كتب شي كلمه فيها الهمزه الى اخره، كيبدا يكتبها كيستعمل هذا هنا وكيكتبها، الا كان خطا كتصح ليه وكتعرف شكون اللي كتب الى اخره. دونك هنا في بزاف ديال الامكانيات، ولكن باش تكونوا هذا عندكم خصكم تجربوه وتخدموا به وتعرفوا ديك الساعه المشكل، يعني تعرفوا كيفاش كيخدموا هذا، واللي عنده شي تساؤل من بعد نجاوبوا عليه. يعني عندكم الحريه التامه انكم تجربوا في هذه المنصه هذه اي حاجه، يعني ما كاينش شي قيود على سواء في الموديل سواء في الاوبن ميتين في هذا القاعه هنا، عندكم الحريه التامه انكم تشتغلوا بالشكل اللي كيبان لكم وديروا تجريب، وما كاينش الانسان يفكر انه يخسر شي حاجه ولا كذا. دونك ما كاينش مشكل، خدموا يعني براحه. نعم، تفادي الملل والجفاف، فعلا هذا هو الاشكال دابا اللي كاين، وانه ما كتعرفش الفيدباك اللي كاين، وحتى التلميذ كيحس بان الاستاذ راه كاين معاه من الجهه الاخرى وكيتفاعل معاه وكيهضر معاه الى اخره. دونك هذا هو اللي خاص في الحقيقه، وفي نفس الوقت كاين فضاء فين كتعطيه الفيشي، يعني فضاء اللي هو سهل وفي نفس الوقت يعني فيه امكانيات اللي هي مهمه واللي هي يعني تربويه بالدرجه الاولى. دروس كثيرة معدة بدل تجريب ملف بهذه الصيغة. يمكن شوف الاخوان والاخوات، يمكن لك تهز الفيشي ديالك وتهزو وتحطو وتجربو نتايا بنفسك، راه غادي يخدم بشكل عادي، لان كيكون واحد القضية فاش كتحط الفيشي تما كيدير كونفيرسيون، لانه هو مانستالي فيه كاين في لينكس هذا السيستيم هذا كيدير كونفيرسيون ديال الفيشي، وحتى الا ما كانش الامكانية ديال داك الباور اللي قلتي دونك كيمد لك دير بي دي اف. ولكن انا الا كان شي مشكل حاولوا تواصلوا معنا ونشوفوا الاشكاليات كاع اللي ممكن تكون. دونك حنا التقنيه كنعطيوها وجربنا شي حوايج كيفيه يتم تسجيل التلاميذ. تسجيل التلاميذ، بما ان التلاميذ دابا ما يعرفوش يسجلوا، انا نقدر نسجلهم. هناك مشكل في الصوت، واش كاع الاخوان عندهم مشكل في الصوت؟ الاخوات دائما باش ما يكونش مشكل، كاين مشكل في الصوت اللي يمكن معرفة. واش كاين مشكل في الصوت بعدا؟ الصوت مزيان؟
ما مزيانش الصوت. ربما دابا الناس بداو كيتكونيكتاو، دونك نسد هذا باش نقص شي شويه. متقطع دونك دابا مزيان، نقص شي شويه لان كثرت شويه هذا، ولكن ما فيها باس لان غيكون مسجل الفيديو. معليش نرجع لبعض الاسئله هنا ديال بعض الاخوان. كيف يتم تسجيل التلاميذ؟ بالنسبه للتلامد راه يمكن لي انا كاستاذ نجي نسجل التلامد بشكل عادي، ندخل نبدا نسجل شحال من واحد وندير لي زيمال. لان دابا درت واحد القضيه باش هنا درنا واحد القضيه حنايا في هذا الموديل، وهو ان درنا الامكانيه ديال ان الانسان يتسجل شحال من مره بواحد الايميل. علاش ماشي درناها فقط غير هكذاك؟ ولكن حنا عارفين بان ممكن غدا ان واحد الاستاذ يبغي يسجل التلامذ ديالو، وماشي اي تلميذ غيمشي يدير ليه الايميل ديالو. داكور، دونك شنو كيدير؟ كيدير السميه ويدير الى اخره، ولكن في الايميل كيدير نفس الايميل، يقدر يدير ديالو نيت هو، ولكن في المعلومات ديال الاسم الى اخره كيبدلو. علاش؟ لان باش كتكون الامكانيه ديال الاستاذ مثلا عنده واحد اللائحه ديال التلامذ فيها 20 واحد، ماشي خصو يدير 20 ايميل باش يسجل التلامذ كلهم. دونك كيدير نفس الايميل ديالو وكيسجل به التلامذ، وكيعطيهم مود باس، يقدر يعطيهم نفس المود باس كاع حنايا، ما كاينش مشكل، يبدل لهم غير ليوتيليزاتور باش كيدخلوا، ويصيفط ليهم ويدير معاهم الوقت ويدخلوا بدون يعني يدخلوا ويخدم معاهم الى اخره. ما عرفتوش واضحة الفكرة؟ الفكرة واضحة؟ شي واحد يدير لنا شي فيدباك عفاكم. داكور، اي نعم، يتسجل في موديل، يتسجل في موديل، يتسجل في موديل بالشكل اللي وريت لكم في البدايه. يتسجل ولكن ما يديرش، يتسجل بشكل عادي. الفكره ما واضحه؟ واخا يتسجل في موديل. داكور، بالنسبه هادو بالنسبه للتلامذ يسجلهم في موديل بحال اللي تسجل هو في البدايه، ولكن يعطيه لو ليان فين يدخل، يعطي الاخوان داك لو ليان، يقول لهم ها لو ليان فين ندخلوا. غادي يلقى تما، غادي يلقى تما اللي في يعني الانشطه التفاعليه، ويلقى تما كل شيء، ويقول ليه دخل لهذا اللايف هذا في الوقت الفلاني مثلا مع 6 ولا كذا ولا 5، وانه يتبع مع هذيك الساعه. وهنا ممكن الاساتذه بيناتهم يتفقوا، باش نكون هنا ممكن يتفقوا بيناتهم الاساتذه، يعني ماشي لابد ان كل مره نخدم مع التلامذ ديالي. ممكن انا استاذ العربيه مثلا ديال الماده العربي، وحنا بسته بينا ولا خمسه بينا، كل واحد فينا مثلا نعطيوه واحد ساعه في النهار، غادي نتفقوا، نقول لك مثلا انت الاثنين مع كذا، الاخر الثلاثة الى اخره، وكيجيو التلامذ كلهم وكيتلاقاو هنايا، وكيدير واحد لاسيونس ديالو، ولا يكون جوج الاساتذه مشتركين في لاسيونس الى اخره. يمكن متابعه من الهاتف المحمول، لان هذيك الابليكاسيون ديال اوبن ميتير كيقدر يكليكي عليها الانسان ويفتحها. لا هي ماشي في التطبيق ديال الموديل، فاش كتدخل التطبيق ديال الموديل ولا كتعطيه لو ليان، كيكليكي على لو ليان في البورتابل ديالو، كيفتح ليه هذا الاوبن ميتين هذا اللي هضرنا عليه، كيفتحوا ليه واخا شي شويه لا فيشاج هذا، ولكن كيقدر يتبع في الهاتف ديالو ويتصنت الى اخره. غير لا فيشاج على حساب لو بورتابل، اذا كان لو بورتابل صغير ولا كذا كيكون لا فيشاج شويه صغير، ولكن الصوت والصوره كيتسمع بشكل مزيان. ودائما الاخوان الاخوات طبقوا، ديروا التطبيق وجربوا في الهاتف وجربوا هنا باش تشوفوا كيفاش كيخدم كيفاش كيشتغل، وتشوفوا الاشكاليات اللي ممكن تطيحوا فيها. التطبيق ديال الموديل موديل التطبيق ديالو فقط الانشطه التفاعليه وهذا، ولكن بعض الانشطه فاش كتكليكي عليها كيديك على برا، كيديك للكروم مثلا، كيديك للنافيغاتور باش تفتحها. مثلا هذا لوبن ميتين هذا فاش غتكليكي عليه في وسط لابليكاسيون مثلا اللي عطيتي التلميذ لابليكاسيون، فاش غيكليكي عليه غيديه على برا ويفتح ليه نافذه في كروم، في الكروم، ويتسجل فيها يعني ويتبع فيها الى اخره. دونك اذا كانت الفكره واضحه مزيان. ما عرفتش كاين شي سؤال فوق هنايا، هل يمكن معرفه قياس فهم واستيعاب التلميذ للدرس المعروض والصعوبات التي واجهته من خلال الشاشه التفاعليه؟ اي هاد الشاشه اللي تكلمنا عليها، هاد الشاشه التفاعليه، يعني كتقصد هاد اللقاء المباشر؟ ايه، ماشي سؤال، هذا فقط غير يعني اضافه الاخ خالد، ياك ان ملي كيكون التلميذ حاضر معاك وهذا، كتشوف انت مثلا واش فهم، وكيسولك وكتناقش معاه وتناقشوا بحال راك في القسم بشكل فعلي. الا فهمت الفكره ديالك، هي هذه السي خالد ياك؟ شكرا سي خالد. نعم، اذا هذا هو لافونتاج، هو خصنا نفكروا في شي امور اللي هي تفاعليه وتجاوب مع التلامذه
الى اخره، ويمكن انهم يسولوا، انهم يطرحوا اسئله ديالهم، وانهم يسمعوا الصوت ديالهم مثلا في القراءه في الجواب الى اخره، كيحسوا شويه بانهم راه يعني فعلا بحال راكنين في فضاء ديال القسم في بشكل فعلي. اذا الى كان شي اسئله اخرى، دونك غير نعاود الفكره ديال المساله ديال انه ابتداء من غدا مع تسعود، دونك غنبقاو نخليو المنصه هذه ديال ميت بوان اليس بوان اسو بوان اي مفتوحه للتقاسم التجارب، واللي اللي بغى يوري لنا شي حاجه في الاكرون ديالو، شي تجربه دارها مزيانه في هاد المنصه، واللي عنده شي مشكل نتبعو معاه الى اخره، دونك باش يكون نيت مسيره ديال التعليم عن بعد بالشكل الصحيح ديالو. وتبارك الله الاخوان كما قلت لكم الاخوات راه بداو كيخدموا كيصوبوا بعض ديكزيرسيس الى اخره، وكاين بعض المؤسسات دابا اللي طلبوا منا اننا يعني نديروا ليهم تكوين خاص ديالهم هما، لان ما تبعوش من البدايه، وهذا خصوصا المؤسسات الثانويه وهذا، دونك غادي نحاولوا نديروا لهم واحد البرمجه ديال التكوين في هذه الايام المقبله. وإذا كان شي واحد اللي بغى شي طلب معين ولا كذا يقدر يتواصل معنا، ما عرفتش شي افكار معينه، شي حاجه معينه بغاها، هذا يقدر يتواصل معنا في الخاص، ونشوفوا شنو الطلبات ونشوفوا الامكانيه ديال الاستجابه ليها. اذا ربما الحصه بشكل رسمي غادي نحبسها هنا، ولكن نخلي لكم واحد المجال اللي بغى يتكلم، اللي بغى يهضر، دونك اللي بغى يهضر يقدر يخدم الميكرو ديالو ويتكلم، ونشوفوا التفاعل الى اخره. شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم، على يعني التفاعل ديالكم مع التكوين ديال الجمعية، وتحية لكم جميعا. شكرا. إذا اللي بغيت تفضل يتكلم يتفضل.